تيك تيك عليكم، تيك تيك ومبروك على المغرب الحلف الأطلسي. صور المغرب زعم حلف أطلسي، راه أطلسي راه كتعني حاجة كبيرة، راه ماشي ميديتيراني، أطلسي سي جيون اي بوكو بلي جيون كو جيون. كيفاش تبعو هاد الدول، هاد 25 دولة اللي تبعتو مازال غيتزادو؟ راه كاين العرش ولا والو، والو ما كان عندنا كاين العرش ولا والو، كاين الواقع. جو المغرب، الناس متبعة المغرب، كيشوفوا الإنجازات ديال المغرب، كيشوفوا المغاربة كيفاش عايشين، كيفاش المغاربة ديك الدعاية اللي طلقة اللي خاسر عليها القراقير والفلوس وخاسر عليها قيامة مشالها، فهمتي؟ إيه خسروا الملايير، القدافي وبوخروبة واللي وراه وهادو، هذا النظام الجديد هذا اللي كاين، الجزائر الجديدة فوق الحديدة، بغات تفوت بوخروبة. دابا كل رئيس جزائري كيجي الا وخصو يفوت ليكستريم دي زيكستريم، ليكستريم ليكستريميز دو ليكستريميزم، انت تطرف تطرف في كراهية المغرب، والا المغرب الا المغرب داروا ديك الفرعانه، خرجوا صدرهم على اسبانيا قالوا لها صافي ما بقات لا علاقه لا اخوه لا والو، العشيه اسمحوا لينا حقار هذاك مؤامره وايادين خارجيه، لا رجولين خارجيه رجولين خارجيه شي واحد دخل رجليه تماك. المغرب خرج صدرو بالمعقول على اوروبا، الاتحاد الاوروبي كامل، عرفت شنو هي المانيا؟ عرفت شنو هي المانيا؟ ما عرفتيهاش المانيا هي اللي كطحنا اوروبا كامله، ورجعوا دابا كلشي داير معها علاقه، حتى واحد ما كيقول لها علاش قتلتي وقتلتي، ولا حتى واحد ما كيتحاسب معاها. حنا الجزائر قتلت لنا شعبنا وسجنت لنا شعبنا وطردت لنا شعبنا وتابعنا، قال لك دوله مسلمه، دوله مسلمه موس الى ليم، ما عليناش نرجعوا لهاد خينا هذا اللي بغى يفوت بوخروبه، بغى يفوت بوخروبه لان بوخروبه هو البلافون، هو الانيسياتور ديال كراهية المغاربة والحقد على المغاربة ومسرحية حنا خاوة ومسرحية لسنتنا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق. وحتى كيقول لهم حتى الجيش الملكي حتى هو جيش المخزن حتى هو غادي ان شاء الله غادي يرجع وغادي غادي نتلاقاو، زعما غادي يدير انقلاب. الانقلاب راه عندكم نتوما، راه الانقلاب راه كاين في الجزائر، انقلاب الزمان تقلب عليكم، هذا هي الاولى، وليتو دولة بائسة منبوذة من جميع دول العالم، جميع دول العالم ما كتسمع ألجيريا مع وكاع الأجانب اللي كنتلاقاهم كيقولنا ومالهم معاكم هذوك لي زالجيريا، ومالهم معاكم؟ كنقول لهم اخويا الله يستر الله يستر، شنو نقول لك الله يستر. حنا راه كنقول الحسن الثاني الله يرحمه لي أعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، راه العالم أعلم، راه العالم أعلم على مع من حشرنا الله في الجوار، وما عندهم الوجه صحيح وكيدخلوا يعيرونا بوسبير. اللي يدخل يقول لك يا ولاد بوسبير، هذا بوسبير اللي كتهضروا عليه يا القروده، شحال من مره كنقول لكم انايا القروده حاشا تكون نقول ان القروده بوكو بليز انتيليجون كو سا، هذا بوسبير اللي كتعيروا به. كيفاش داير؟ راه واحد الزلقه، واحد الزلقه فيها سبعه ديال بوسبير مشى دوبوي 62، بوسبير ني بلو دوبوي 62، كي استقلت الجيري بوسبير مشى، علاش؟ لان كانوا فيه لي زالجيريان، وبوسبير فيه واحد الزنقة فرنسا كان يجيبوا الفتيات من الجزائر، وزوروا دخلوا ديروا بوسبير اي فام الجيريان سير يوتيوب ويطلع لكم دوكيمونتير فرونسي كيبين لكم شكون كانوا فيه ولاد بوسبير. هذه الهضره اليوطي، عالم ديال اليوطي، تخربيق اش تخربيق، واش عندكم شي حاجه تهضروا بها؟ عندكم شي ارغيمون؟ ضيعتوا دراهمكم وليتو مدلولين، 15 مليون جزائري خارج الجزائر يعيش، وكيدافع 1 2 3 كيخدم فيستيفال ديال، راه عندي لي فيديو فيستيفال ديال حفله ديال القنصليات، مشى واحد شمكار منهم القراقيرو مغاربه قصاري كيغني ودخل بالاعلام ديالو كيشطح لهم بالاعلام، زعما راه الاعلام انا كنت بحالكم انا نحشم نبينو، والله قسم الا نحشم نبينو، لان
بلد البترول وبلد الطوابير وبلد الهجرة السرية وبلد الموت والقوارب الموت. اليوم راه ما بقاش شي حاجة كدرك. نسي با دو مونتير. انتوما السيافة، انتوما بلازون السيافة، فرنسا مقريتكم الدولة ان المغرب فيه لا دات وان مستعمرة اوروبا. لا بالعكس، سير قلب في المحافظة لي تيتر فرونسي كلهم ديال المغاربة. جميع الرسوم العقارية في اساس المغاربة، ولكن اجنبي بغا يشري ارض هنا الله يعاونه. عنده حق الملكية، حنا دولة حرة. حق الملكية اي واحد كاينة شروط اللي غادي يخضع ليها. وزعما هذيك خاوة خاوة وهذيك مورا ساتيان با ساتيان بلو، زعما شوفوا شي حاجة أخرى. المغاربة فاقوا بكم، فهمتي الميساج اللي باسي، جربوكم تعاملوا معاكم. الغدر هو الشعار ديالكم، الغدر هو الشعار ديالكم. كيفاش كتقابلوا مغربي والدولة تاعكم دار اتفاقية أخوة وصداقة وكذا وأعماق وكذا ضد المغرب مباشرة وأثناء أزمة ليلى، ماشي ليلى قيس وليلى، أزمة ليلى الجزيرة اللي هي غير حجرة درتون عليها حالة دولكم دولكم ماشي مزال راه نتوما كابريرا فهمتي، وكتقولوا سبتاهم ليليا. وكنقول شحال من مرة كنقول لكم هذيك سبتاهم ليليا داخل الاتحاد الأوروبي، وحنا مزيانه لينا المغرب، بقى حنا تابعين لاوروبا. نهار اللي غادي ندخلو غادي ندخلوها من تماك، تولي مغربيه وحنا داخلين تماك بوان دو بير. ونهار اللي نبغيو نرجعوها راه بسهوله، ما حنا ما كان حنا كلشي كيجي غير هكا. كاع الدول جاو مع المغرب بدون اطلاق رصاصه وحده وبدون رشوه وحده، ما كاين حتى رشوه، بلا ما يتعب بلا ما يجري. ولا نتوما النهار كامل نتوما تعطيو الفلوس، سمانيا كلاتكم وعراتكم وسراتكم وفي الاخر دارت فيكم واعترفت بالمغرب. المانيا فرنسا بلجيكا هولندا الاتحاد الاوروبي كامل مع المغرب، الخليج كامل، العرب تقريبا كل العرب مع المغرب، افريقيا تقريبا كامل مع المغرب، بلا رشوه بلا فلوس القدافي ولا فلوس مخربه. وجيت تدخل تسد تعايرني تقول لي ود بوسبير ولا الفقره، كندير لك انا لايف كنصور لك المغرب وانت كتقول كتقطع في اللحم ديالك كتقول لي سير وري لي الكاريير. ما بقاش الكاريير، الله يجيبك على خير، كريم مبقاش. الا باقي في شي بلايص اخرين هذاك فينومين انترناسيونال طبيعي. الهجره القرويه كاينه في العالم كامل، لي اس دي اف كاينين في العالم كامل، وحنا ما باجيسيفيا دوني وقراقيرو، عندنا جيستيفيكاسيون. غير شوف البهدله التبهديله اللي بهدلتكم اسبانيا و 24 رجعتوا عليا قلت له لا لا قطعتوا علينا الغاز، وقلتوا ليها الا عطيتي الغاز للمروك نقطعوا عليك. كتضحكوني وحق الله العظيم، تقولوا انتم مسلمين ها؟ وكي نجي نسولكم نقول لكم شنو دار لكم المروك ترجعوا لي النوميديا وترجعوا لي ادم وحواء ها؟ شنو دار لكم المروك؟ شكون اللي داير الاخر؟ وكبرتوا واحد الجيل مسكين صغير عنده 46 عام اليوم بيه بولادو، كبرتوه على ان فعلا عنده دوله سميتها جمهوريه صحراويه، كبرتوه. شفت كيفاش غادي نصاوبوه؟ كيفاش غادي نصاوبوه؟ ليه عقلو دابا هذاك؟ كيفاش هذاك الفورماطاج اللي درتوه بوندون 40 سيزون، كيفاش هذاك المغربي غادي نشدوه ونقادوه الا كان اصله مغربي؟ لان الاغلبيه ازوات توارق مالي نيجر تشادي اكسيتيرا. كيفاش غنصوبوه؟ جرائم انسانيه هادو. واخا تقدر تقريه يقول لك المغرب الصحراء ماشي تاعكم، لان فورماطيتو 46 عام. حنا ما عندنا غرض فورماطيو الشعب ديالكم تكبروا في الكذوب، ما عندنا غرض، لان ميزان القوه لصالح المغرب. وهذيك القضيه اللي كيكذب عليكم شنقريحه ودار لكم المناورات بالليل، رافد لي فيديو من حرب سوريا ورافد من حرب ديال روسيا ديال اوكرانيا، مخلط لكم الالعاب الناريه وكيصفق بالليل. وكان شي ميليتير كيصفق على الصواريخ. واش ما كتحشموش اصاحبي؟ واش ما كتحشموش وديروا شي جمعيه اللي فيها الناس العقلاء ويقولوا هاد الناس هاد الجزائر هادي من عهد بوخربه وحنا في الخراب خربها عليكم، ويقول لكم سميتو بومدين هواري بومدين باش يولي من الاولياء الصالحين، خربها عليكم، دخلكم في واحد النزاع مع واحد البلد جاركم مسلم، وانتم دخلكم الشيوعيه باش ما تبقاوش عندكم الاسلام كيما دار تونس، كانوا محيدوا الاسلام من الدستور. المهم هذاك اللي كان مرة منه كيدخلوا دوك الدواء ويدخلوا يقولوا لي يا ولاد بوسبير اليوطي، سير قرا مذكرات اليوطي، قرا لو جورنال دو اليوطي وغادي تفاجئ شنو كيقول على المغرب وشنو كيقول على القراقيرو.